هلا خلنا ملوبي عطنا اي بيت متعلق بالام عجبته أي... ام لوبي والله انك حلبتها حلب لين خلصت لا عطنا شيء غير ام لوبي خليهم يشغلونها يا ابو حسن خلهم يضيعون الوقت لين يجي الغداء يحلفون حلف يسوي غداء هذا وهم مخلص اللي بعد ابراهيم صار ابو زهره ما تغدى تغديت بلفت القلب لابت ما شاء الله تبارك الله وليها فهد المطيري قاعد يكتب رسالة كأنه رسول بين الأحباب بالذات أشتاق فيه لشوفتك وتنبه للي نسيته مني وقف ولحظات لست نسي الخاطر ذكر من يحبه الله رجع يراجع فال وانا سات ما فات قرب هنا قرب طيب لا تحسبين دمعي نزل دون سبه يا ركان ابكي من الفرقه وهي ما بعجت ولا تحسبين دمعي نزل دون سبه ابكي من الفرقه وهي ما بعجت يعني بالله تخيلوا انك كاشتين في الجنوب الحين وش الشلالات هذه صدق 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 من جنبنا يا رجال الله يخارج كانت